لتفعيل المضامين الخطاب ديال جلالة الملك محمد السادس حول الدبلوماسية الموازية، نظمنا هذا اللقاء. نظمت جمعية جهوية متقدمة والحكم الذاتي بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني ووزارة الخارجية باش نديروا دورات تكوينية لفئة الشباب الجهة للدفاع عن الوحدة الترابية خارج التراب الوطني، باش نعطوا الإخوة اللي كاينين عن مغاربة وعن انتم ندافعوا للوحدة الترابية. دورة تكوينية 5 أشهر، كل شهر دورة تكوينية يأطروها خبراء اللي يتعلقوا في الدبلوماسية، اللي عندهم علاقات مع الدبلوماسية الموازية، الفئة الشبابية 40 شاب وشابة، منها الشباب ديال المنطقة ومنها ممثلين ديال أحزاب سياسية لمدة 5 أشهر، وبالتالي يحصلوا على شواهد تقديرية من طرف الجمعية ووزارة الخارجية للتكوين حول هذا الموضوع، القيادات الشبابية للدفاع عن الوحدة الترابية في الدبلوماسية. بالنسبة اليوم هذه الدورة التكوينية للدبلوماسية الموازية بالنسبة للمجتمع المدني، وعلى كل حال يعني المجتمع المدني كان بحاجة لهذه المبادرة، اللي على كل حال يعني تعتبر مبادرة قيمة، بما أن المجتمع المدني يفقد ما يسمى بالدبلوماسية الموازية وهي تلعب دور أساسي في القضية الوطنية، على أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم خطوة خطوة إلا من خلال يعني دبلوماسية قوية، دبلوماسية يعني على إلمام بكل ما يحط بها على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي، ونحن على كل حال بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات القيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. في إطار هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الجارة، جئت ممثلا لجمعية الموريتانيين والمغاربة للدفاع عن الوحدة المغاربية. وهذه الجمعية تهتم أساسا بهذه المسائل والاهتمامات الكبرى التي تتعلق بوحدة هذه الجماهير الشعبية الشاسعة المتسعة الأراضي والكثيرة كما وكيفا في دول المغرب العربي الكبير. وهذا الملتقى الجيد يعني الرائع من الناحية النوعية، يعني شاركنا فيه بورقة تتعلق بالحكم الذاتي وتسويقه وتنوير الرأي تجاهه، فهو نموذج راقي ويعني صورة حضارية متقدمة تقدمت بها المملكة المغربية الشريفة، فنحن نثمنها وندعمها يعني قلبا وقالبا. السلام. نحن نهدف من خلال هذه الدورة إلى تكوين قيادات شبابية في إطار الدبلوماسية الموازية، وذلك على أسس علمية وعملية سليمة وصحيحة تمكن جميع من يشارك من الفئات الشبابية من هذه الجهة في المحافل الدولية أن يتملك وأن يتسلح بكل ما هو معرفي وبكل ما هو علمي في إطار الدبلوماسية الموازية لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية على المستوى الدولي. صحيح نحن نعلم بأن القضية الوطنية قبل أن تكون نزاعا مفتعلا أو تهديدا للسلام الإقليمي لبلادنا بشكل صارخ وواضح، هي ثقافة ومسؤولية وروح الشعب المغربي من طنجة إلى القوانة، وهذا يتطلب منا أن نبذل الجهود وأن نضاعف الجهود تماشيا مع التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الداعية إلى أن يتحمل الجميع مسؤوليته. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدورة من أجل أن نتسلح بأكبر كم مهم من العلم ومن المعرفة التي تمكننا من دحر خصوم وحدتنا الترابية والدفاع عن مصالح المملكة على المستوى الدولي والدفاع عن مقدساته بكل قوة وبكل تفاني وبكل محبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. عبد الله بارك الله، باحث بالعلاقات الدولية، رئيس جمعية صوت الشباب للتنمية والتواصل بالداخل. هذه الدورة التكوينية طالما حلمنا والحلم يتحقق اليوم لأن تكون، لأنه هذا هو ما يجب أن يكون وهذا هو ما يعني اللي خلق بالفعل. هذه معروف أن قضية الصحراء هي مشكل تواصل، قضية الصحراء تظهر لك من الوهلة الأولى بسيطة، لكنك كلما غصت في أعماقها وحاول تفك ألغازها زاد تعقيدا عن تعقيد. وأي إنسان ما هو مسلح ب يعني تاريخ النزاع، مسلح ب يعني الأبعاد ديال النزاع والمدخلات والمخرجات سواء في ذا السياق ولا السياق اللي قبل، ما يقدر يعود مؤهل باش يدافع عن
القضية الوطنية في المحافل الدولية. هذه الندوة إن شاء الله نأمل منها الكثير بأنها تخرج نخب جديدة قادرة على الدفاع عن الوحدة الترابية، قادرة على تسويق، وهذا مهم، تسويق، يعني إحنا عندنا مشكل في التسويق، تسويق إعلاميا دبلوماسيا للإنجازات للأوراش الكبرى، لأن المغرب تغير مع الجيل الجديد، مع العهد الجديد، ومع الأوراش الملكية المفتوحة. كذلك قد يتمكن الفاعلين المحليين والمجتمع المدني يأخذ يعني مكانته في العلاقات الدولية، وأخذ مكانته كذلك في الحراك الموجود سواء وطنيا ولا دوليا. قادرين، نتمنى على الله أن يتخرج نخب جديدة تقدر تضخ دماء جديدة تخرج بكل مسؤولية وكل شفافية وكل كفاءة. فتحنا الغرض منا ما هو عنا نقصوا إنسان والله نهاجموا إنسان، إحنا ما عندنا عدو. إحنا ناس مسالمين، ناس ندعو للسلام أبا عن جد، ونبغوا الله السلام، ومخلصين لله وللوطن وللملك، وخلاصنا لله ما فيه مزايدة. حيالله فهمت، ننظر إلى المشكلة من منظور إنساني بحث، يبقوا فينا أولاد عمنا وأخوت وأحبان ومشردين على ذاك رجل أحمد. حيالله فهمت، الهدف عندنا الأساسي وعن جمع الشمل، يسوى في العائلة الصغيرة اللي هي المغرب، والله يسوى في العائلة الكبيرة اللي هي المغرب العربي. إحنا ذرية بعضها من بعض، يعني فهم الكثير من النقاط اللي تجمعنا أكثر مما تفرقنا. عندنا التاريخ، عندنا الدين، عندنا العرق. حيالله فهمتني، أنا اللي أتكلم معاك الحمد لله عشت يعني تجربة عايشت فيها أطراف النزاع المباشرة والغير مباشرة، سواء من موريتانيا أرض المنارة والرباط يا مخيمات تندوف، فهمت حيالله، إلى الجزائر، جزائر مفدي زكريا بين مدارسه المدنية والعسكرية، إلى إسبانيا حيث عايشت حالة التيه اللي عش الشاب الصحراوي الباحث عن هويتي، إلى الوطن حيث الأهل والأرض والهوية استجابة لنداء الملك السامي إن الوطن غفور رحيم، ومزلنا مناضلين من أجل إثبات الذات، فهمت، بالرغم من ياسر من الأمور اللي إحنا الحمد لله لا نتغلب عليها. ومثل شفت سياسة كعب الغزال وسياسة الموسيقى والزواق وذاك الشيء مثل وكي حلا، فهمت، الدولة مولي عاقت وفاقت حتى على مستوى عالي حلا، فهمت، خصوصا الخطاب ديال الاستعمار، خصوصا خطابات الملكيه الساميه الجديده اللي نادات بانخراط المجتمع المدني في العمل السياسي. حلا فهم، حنا مستبشرين بهذه الاوراش الكبرى ومخرطين بها، مخرطين فيها، حلا فهم، وباغينا تعطي نتائج ايجابيه. انا كنحترم الانسان يعود في موقعه باش يعطي، ماشي اي انسان شت هو، وكان كل حد ما يعرف مساله ما يتكلم ما تعود عندنا مشاكل في الدنيا، غير من يعود كل حد عارف كل شيء ويتكلم في كل شيء المشاكل تكثر. حلا فهم، لذلك الرجل المناسب في المكان المناسب، وانا ذمن هذه القضيه، فهمت، ونشكر القيمين عليها، ونتمنى ان شاء الله ان السلام يحل في جميع اصقاع العالم. شكرا.